صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن نصوم 6 من شوال قبل أداء قضاء رمضان؟ هل يقول أحسن عليكم: هل يجوز أن نصوم 6 من شوال قبل قضاء رمضان؟ لا، قضاء رمضان أول قبل 6 من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال صام رمضان، والذي عليه قضاء ما بعد صام رمضان فلا ينطبق عليه الحديث. نعم.